ايتما سويتما الزول، السلام عليكم اصدقائي في عين الشعير. كنقول لكم السلام عليكم، تحيه لاصدقائي الصحفيين ديال هذه القناه واللي كيحاولوا يسلطوا الضوء على المناطق اللي ربما مهمشه في المغرب العميق. الفنانه لطيفه احرار، اخر سؤال، يعني لا توجهت لك جمعيه عندها واحد الوزن في واحه عين الشعير بالضبط، يمكن تجي تفيدي الشباب اللي تم. طبعا انايا ما عندي حتى شي مانع، كننسق التوقيت ديالي والتوقيت ديال هذه الجمعيه ونجي للشباب ديال عين الشعير ونجيب معايا يعني الادوات ديال الاشتغال ديالي والفريق ديالي، وحنايا راه الاشاره. مرحبا.